يعتبر اللبن أو الزبادي مصدر غني بالبروتينات عالية الجودة والكالسيوم، ومصدر للعديد من المغذيات الهامة لصحة الإنسان من فيتامينات ومعادن وسعرات حرارية. ويدخل الزبادي ضمن حصص الحليب ومنتجاته وبدائله، إذ يعتبر مساويا له بالقيمة الغذائية. فلنتعرف على فوائد الزبادي وأنواعه المختلفة. القيم الغذائية الموجودة في الزبادي: يعتبر الزبادي مصدرا هاما للفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وعدد من الفيتامينات مثل فيتامين A و B وفيتامين B6 و B12، وهو مصدر ممتاز للبروتين ويحوي نسبة من الكربوهيدرات والدهون. للتعرف على فوائد الزبادي الصحية إليكم بعض هذه الفوائد: الزبادي مصدر للبروبيوتيك ومعزز للهضم. يعتبر الزبادي مصدرا غنيا بمادة البروبيوتيك، وهي البكتيريا النافعة التي تتواجد بشكل طبيعي داخل الأمعاء والجهاز الهضمي. وكلما كان توازن بيئة البروبيوتيك سليما، كلما كانت عمليات الهضم أسهل. وقد يختل توازن البكتيريا النافعة عند تناول المضادات الحيوية، مما يسبب أعراضا جانبية مزعجة مثل الإسهال والانتفاخ والغازات. وعند تناول مصادر البروبيوتيك فإن ذلك يسهم في تخفيف هذه الأعراض. وتناول الزبادي من أكثر الطرق شيوعا لاستهلاك البروبيوتيك، والتي أشارت عدد من الدراسات إلى فوائدها، والتي تشمل تعزيز صحة الجهاز المناعي، المساعدة في التحكم بالوزن، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتعزيز امتصاص بعض المعادن والفيتامينات. الزبادي مصدر للكالسيوم ومحارب لهشاشة العظام. تعد منتجات الألبان والزبادي أحد أفضل مصادر الكالسيوم، الذي يلعب دورا رئيسيا في تعزيز صحة العظام والأسنان، ويعتبر عنصرا مهما يدخل في عملية تخثر الدم والتئام الجروح. يساعد على الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي. وحاول دائما إقران الأطعمة الغنية بالكالسيوم مع مصدر من فيتامين د، إذ يساعد هذا الأمعاء الدقيقة على امتصاص الكالسيوم. الزبادي بديل آمن للمصابين بحساسية الحليب. عدم تحمل اللاكتوز هي مشكلة قد يعاني منها العديدون تجاه الحليب ومشتقاته، وينتج عنها أعراض تشمل آلام البطن والمغص والغازات والانتفاخ والإسهال. إلا أن اللبن الزبادي يعتبر مختلفا عن الحليب بكونه لا يسبب هذه الأعراض لمن يتناولونه، ويعود ذلك إلى كون منسوب اللاكتوز في اللبن منخفض، ووجود البكتيريا فيه يساعد على الهضم. عادة عند تحويل الحليب إلى لبن فإن سكر اللاكتوز يتحول إلى حامض اللبنيك، لذا ننصحك بتجربة ربع كوب من الزبادي لتعرف ردة فعل جسمك تجاهه. وإن شعرت بالراحة على نوع معين تستطيع أن تعتمده كبديل لحصص الحليب بحيث لا يقل عن كوبين يوميا. فوائد الزبادي للبشرة: لطالما استخدم الزبادي منذ القدم في العلاجات الجمالية وإعطاء التوهج للبشرة، واستمر هذا الاستخدام له حتى وقتنا الحاضر، وقد يعود ذلك إلى محتوى الزبادي العالي من الفيتامينات والمعادن. إليك أهم العناصر التي يحويها الزبادي والتي تعطيه كل الميزات الجمالية التي يحملها للبشرة. احتواء الزبادي على الزنك يمنحه خصائص مضادة للالتهابات تجعله يساعد على مكافحة حب الشباب والطفح الجلدي. يمتلك خصائص قابضة للمسام وتساعد على شد الأنسجة، كما ويعد الزنك ضروري لتكاثر الخلايا ونموها، ويساهم في تنظيم إفرازات الغدد الدهنية. حمض اللبنيك هو أحد المكونات الرئيسية التي يحويها الزبادي، وهو مشهور بكونه يدخل في صناعة منتجات العناية بالبشرة، وذلك لأنه يعمل كمقشر طبيعي للبشرة ومرطب للجلد الجاف، ويساعد على مكافحة التجاعيد، ويحوي على مجموعة من فيتامينات بي المهمة جدا للبشرة، والتي قد تساهم نقصها في الإصابة بمشاكل جلدية وجمالية، وتلعب دورا مهما في الحفاظ على نضارة البشرة وتوهجها، وتعتبر ضرورية لنمو الخلايا وتجددها، وتحمي الخلايا من الجذور الحرة. والكالسيوم الذي يعتبر الزبادي مصدرا له يعتبر مكون لخلايا طبقة البشرة، ويساعد على منع وشفاء الجروح، ويسهل عملية تجدد البشرة. وصفات جمالية باستخدام الزبادي: إليك الوصفات الطبيعية الآتية المعتمدة على الزبادي بشكل أساسي. وصف لمكافحة حب الشباب وعلاج البشرة الدهنية: تساعد بيئة الزبادي الحمضية على قتل البكتيريا والجراثيم المسببة لحب الشباب، إذ ما عليك إلا خلط اللبن مع العسل وتطبيقه على البشرة وانتظار مدة ربع ساعة، ثم عليك بغسل وجهك بالماء. وصفة لتفتيح البشرة والتخلص من البقع: استخدمي قناع مغذي مكون من ملعقة كبيرة من الزبادي وبضع قطرات من عصير الليمون، وعليك بوضعه على بشرتك لمدة ربع ساعة يوميا.
وصفة لشد المسامات وتضييقها. دهن الوجه بلطف بمقدار ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي وتركه مدة ربع ساعة ثم غسله، واستخدام المرطب بعدها أو مسح الوجه بالقليل من ماء الورد باستخدام قطنة. وصفة لمكافحة التجاعيد: استخدام ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي ووضعها لمدة ربع ساعة على الوجه، ومن ثم شطف الوجه بالماء ودهن القليل من زيت الزيتون لمدة 10 دقائق على البشرة الجافة، وعندها ستلاحظين الفرق. فوائد الزبادي للحامل: عادة ما تتساءل الحامل حول عادات الأكل لديها ونوعيات الطعام، وتكون حذرة بخصوص كل ما تأكل وإذا ما كان آمن لها. هنا نود أن نذكرك بأن الزبادي هو غذاء آمن وضروري غني بالقيم الغذائية التي تعود بالفائدة على جسمك وعلى جسم الجنين ونموه. الزبادي هو أحد منتجات الألبان المخمرة، ويعتبر أحد بدائل الحليب وحصصه المطلوبة منك خلال الحمل. وإليك أشهر فوائد الزبادي لصحتك خلال حمل المرأة. الزبادي بديل رائع للحليب، حيث يعتبر مصدرا لبكتيريا البروبيوتيك النافعة التي تعمل على تعزيز مناعتك وتحسين عملية الهضم لديك والوقاية من الإمساك والبواسير. الزبادي لا يسبب أي أعراض نفخة أو غازات بعكس ما قد يسببه الحليب للبعض. يعتبر الزبادي مصدر عالي بالكالسيوم المهم للعظام وعظام الجنين. الزبادي مصدر للبروتينات والأحماض الأمينية المهمة لنمو وتجديد الخلايا، والزبادي هو مصدر لعدد من الفيتامينات والمعادن المهمة، وخاصة البوتاسيوم والمغنيسيوم، ومصدر للطاقة. على الرغم من كافة هذه الفوائد، يجدر بنا التنبه إلى ضرورة تجنب أنواع خاصة من الزبادي، مثل تلك المصنوعة من الحليب غير المبستر والتي قد تشكل خطر على مناعة الجسم. القيام بالتأكد من صلاحية المنتج، ويفضل اختيار الأنواع قليلة الدسم. فوائد الزبادي قبل النوم: يحتوي الزبادي على عناصر تساهم في مواجهة الأرق واضطرابات النوم وأعراضها، ومن أهم هذه العناصر معادن تساهم في الحد من التوتر والقلق، وتساعد على استرخاء الأعصاب مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. مادة التريبتوفان التي تعتبر حمض أميني مهم لإنتاج السيروتونين والميلانونين المساعدان على النوم والاسترخاء. لكن لكي تحصل على هذه الفائدة من اللبن، يجدر بك اختيار نوع لبن قليل من السكر، إذ أن الأنواع التي تحتوي على نسب عالية من السكر قد تساهم بعكس مفعول التريبتوفان في الجسم وتعيق عمله. تجنب تناوله ما قبل موعد النوم بقليل، لأنه يحوي على البروتينات التي تحتاج وقت حتى يتم هضمها، وهو ما قد يكون مزعجا لك ويمنعك من النوم.